سأذهب إلى إيطاليا في أغسطس من هذا العام. لا أريد. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. في أي وقت؟ في أي وقت؟ أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. كم الساعة؟ كم الساعة؟ يمين. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. في أي وقت؟ اليوم 3 من أغسطس 2016. كم الساعة؟ أرى والدي كل شهر. أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. أبريل. الساعة 3. الساعة 3.
واحد أرخص. اليوم الثالث من أغسطس 2016. سأذهب إلى إيطاليا في أغسطس من هذا العام. أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. كم الساعة؟ أرى والدي كل شهر. كم الساعة؟ أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. الفاتورة من فضلك.
قدام الساعة. الساعة الثالثة. Thank you.
عيد ميلادي يوم 21 من مايو.